يعني لكم الجزء الثاني من احلى لباس على تلفزيون تي في. بعد شويه جايين في الموسيقى، ولكن شويه فيري تونسي. المره هذه تونسي يهين في سيرفر يخدم عنده قدام الناس، شنو باش تكون رده فعل التوانسه؟ نشوفوا الفيتير هذا فيري تونسي ونرجعوا لكم. سامحني يا وليدي، سامحني سامحني وليدي، سامحني سامحني. شو فما؟ شنو سامحني؟ الكاس كاس تكسر، انا جيت نمسح في الطاوله يا خد. كاس ها الله غالب وليدي، تو نعاودو، تو نعاود لك، تو نجيب القهوه. اقعد اقعد، تو نعاود لك. شنو يا اخي نورمال انت؟ عليه يا اخي كل مره مكسر كاس. عليه عليه قهوه. اي شنو كاس تكسر؟ سبحان الله سبحان الله. شنو سبحان الله؟ الدكتور إيه سقط في دارك، ما تجيش تخدم لهنا. لا لا علاش؟ في حالة معينة لهنا. علاه؟ ليه؟ كاس متكسر، كاس. هذه مش أول مرة راهي تصير. إيه برا. فامول دو فوا يعملها راهو. في حالة جمعية خيرية. ليه ليه علاه؟ صديقي هو نزيدوا نكسروه عادية، كاس يتكسر. هو يخدم عندي مدخل. شنو هذا؟ مرة ولا كيف؟ ايه برا. اين الشمس يخدم هو؟ يعرفش يضرني في خدم. يضرك كسر كيس، ضرك كيس. ايش أول مرة تصير؟ معايا خيرية أنا حالك دخلش برا. عليه هكا عليه عليه. أنا بابا هاو خليهم عندك. خلي فلوس قصة وقص صاحبي ما عادش وقص بابا ما عادش تخدم عنده. عندي. أنا بابا هاو خليهم عندك. قصة وقص صاحبي ماش وقص بابا ماش تخدم عنده. هكا تعمل لي هكا هكا تعمل يدي كل مرة عمل لي عمل عليه كل عليه ما دخلش روحك لباس مش معقول هكا عليه كل مرة هكا لباس وين الروة؟ تروح شقاع وين الروة؟ وين الروة؟ ليه ليه يا ولدي ليه؟ اخدم عندي قدر رزق كبير عليك. ربي يهديك ربي يهديك ربي يهديك ربي يهديك. هز 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 نتاعك عايش ولدي يخدم عندي. بس انت كم تهديك تعطيه برنامج بنروح مسراتك عليه مسرات. شو تعمل هنا يا ولدي؟ نخدم انا امشي يروح. ليه عليه يروح؟ انا روح عليه برا ما عادش تهدي معايا. عليه برا شو عملت؟ صديقي ما تدخلش روحك. يا ولدي نخدم معاك انا، ماني نخدم على الاولاد. روح برا 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 سبحان الله عليه مدرستي. سبحان الله سبحان الله مش يستاهل نخدم معاك. يعطيك الصحة بريدي، يعطيك الصحة يعطيك الصحة. وين ما قلت ندخل روحي؟ اسمع بابا انا سامحني ما نجمش ناخذ لك حقك، على خاطر انا ما نجمش نخرج العيد من فمي، خاطرني انسانه محترمه. انا الانسان هذاك ماهوش محترم وماهيش يرد لك. يعطيك الصحه بنيتي، وخساره فيك العجابه. يعطيك الصحه بنيتي. ما تكلموش ما تكلموش. اخرج لبرا سامحني. اخرج لبرا اخرج لبرا. عليه عليه سنين نخدم معاه. سنين سنين عليه. ريت يتغشوا فيسع في الفيتير الاخر مع سعدي، اما يدافعوا برشا هنا. برشا تاثرت انا رغم اللي هو تمثيل، تاثرت لانه برشا رجال كبار قاعدين يتهانوا بالطريقه هذه بالحق. والله والله
يهينوا فيهم والله. مساكن معناها ظروفهم صعيبة برشا برشا. شكون يهينهم بمعنى فسر؟ هذوما أصحاب المشاريع كي يخدم لك رجل كبير يهينوا. ولا مرة كبيرة. المفروض يحطوا في مقام الأب يحترموا ويقدروا ما يسالش يراعي ظروفه. احنا لا ما نحترموش كبيرنا. هيك علاش التونسي رد فعله هاي لو انا عجبني. انا نحب التوانسه هكاك. هذوك التوانسه الوصلاء. ريت السيد لولاني والله تحيه ليه ونصفقوا عليه اللي عطاه فلوس. هما كلهم دخلوا الحقيقه وحاجه تشرف وحاجه محلاه. انا نفرح كي راه رد فعل هكاك. حاجه تفرح بالحق. هو لا اسمع تو سفيان وصال فرحت. قال الحكايه وصال فرحت. فرحت وصالة فرحت على الأخر. طيب برافو. مصورة هكا ولا؟ أي ليل نفرح كرار رد فعل هكا نفرح. والله ما تنساش بحذاك مطرانا. فزت القعدة أي كمال سوفيا. أنا كما فما كما قال سي مطران فما بتات بعض الأشخاص ولا كذا اللي أصحاب المشاريع اللي أما نشوف في برشا الحقيقة نشوف في برشا كبار يخدموا في في بلايص معناها والله الحقيقه معناها مالي المول كما نقولوا بجلينهم بجلوا صحيح ما يزال جاي ما يزالش في العقل ما تفهمها هكا وهكا تمام منهم اي ما تفهمها والله يعدي والله هو يعطيك مصحة على الفكره بصراحه انه هيلا شو يعطيك قطاع نتاع شو يعطيك جبناك من تلفزخر انت لا معناها الفقر والله يفاجئني سفيان والله يفاجئني يعني بالعكس يعطيك من الصحه كاداره يعني حسست الناس انك جاي ماكش عارف ايش فيها الحظ مش عارف فيها بالعكس يعطيك من الصحه اللي يصور وعمل الفكره معناها اللي على السيرفر خاطر بالحق تحيه كبيره ليهم قاعدين يخدموا في زاده في ظروف يعلم بها كالربي وكيما يتعاملوا مع يعاملهم زاده ثم بعض الحرفاء يعاملوا فيهم زاده بطريقه خايبه وصارت قدامي برشا مرات واضح صافي هو اللي خلى راجل كبير في العمر هذيك يخرج يخدم كان شقال المصري الشديد القوي كان الله اعلم بظروفه وعبد يعمل له هكا بصراحه حاجه توجع على الاخر اما تفرح كرا الغياكسيون بتاعت وين سمح لنا بلال انا الحقيقه في اللي يتكلموا الكل لا كاظم من حقه مليار صدق كان وليد الحقيقه تاع ربي واضح على خاطر وليد لو سول اللي جات قدامه سيتياسيون فيها مرا كبيره تتهان وما خلاهاش لا ما جاتش خليني نكمل جملتي نكمل جملتي مطران خليها نكمل جملتي في فيري تونسي فيري تونسي جمعه اللي فاتت فيري تونسي مش انت دفعت على المراه وليد يا اخي ذكرتك مشيت اخي مش انت سفيان يا اخي شبيه وليد والله ماني نعرف نسيه حتى الجمعة الفايتة والله نسيت احكي لي كان عنده حب تجي بلاصتي نبي نسيت تفضل كمل كمل بالحق نصدق الحقيقة معناها مثلا مع كل احترامي ليك لسفيان نصدق وليد في كلامه بالحق إذا يقول ما جيش أنتم صار قدامكم مرة كبيرة وتعديتوا كأن شيء لم يكن نقول لك برافو اسمع تعليق مطران ما عندك ما تجاوب بصراحه انا مصور راك الفيديو مصور اكثر واحده ماتت بالضحك هي مرتي بعثوا لي الفيديو قال على رويجه اللي قال ابادي بلال يا مطران بيه ما تنكرش خاطر مصور بالصوره خلي طبق مصور انت شهم برشا بارك الله وانا ونقطه الى السطر انت رجل شهم ونقطه الى السطر ماذا تخميز ماذا تخميز يشككوا حتى في شهام ذاك راه يلا يا مطران راك وليد تلوح فاهم يلا شهام والدجاج روح يلا بلاك فهمت ولا فهمتني خلينا نمشيو نحب نسمع ماكس ب 200 جرام شهامه مش لحوالي والله وليد انا جاي لك المسرحيه ولكن خلينا نسمع شويه مزيكا شنو تسمعنا صوت والله عندي اغنيه قديمه ياسر اي ديما برشا شاهي هكا مش نغناها لصاحبي مطران بارك الله بارك الله فيك امشي صوفيا هذه مزمية زمنية يعطيك الصحة ضيعتك نيني هايشة ضيعتك نيني هايشة ضيعتك نيني سبب داية للموت تهديني هيا عشاء للموت تهديني هيا عشاء جيتك للحوش لا فلا لمنين الخوش مقروني معمر بالرغش عالاجزاء يثوري البارود هيا عشاء ثوري البرود هي عشام
جيتك للكيب لا فلا لا منين الجيب مقروني معمر بالجيب على اجزاء يثور البارود هي عشاء يثور البارود هي عشاء. برافو سفيان. والله غنيه غنيه قديمه برشا وما نعرفش انا جاي كيفاش تذكرتها. اللي بتاع شكون؟ قلت هذه ما نعرفش. تراث. يلا تراث. انا حاجتي بديو. حلو. بارك الله عليك. ضد ديو سفيان وصفاء وباش تلعبوا ضد ويصالوا مطران. يلا ويصالوا مطران باش ترتجلوا اي غنيه توا لا يهمني في طبقه لا في حد شيء. يلا. ويصال ربي معاك. صفاء مع الصوت الشجي. يلا مع البلبلة البلبلة راه سوبا نلعبوا كونترهم من بعد راه سفيان راهي ضدك تلعب حتى ضدي انا معاه يلا حبي كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشت ليك ليك زماني كله الحب كله حبيته فيك فيك الحب كله ترى وزماني كله أنا عشت ليك ليك زماني كله خليك ميكرويت أمال ميكرو لصفة يلا أما أنا مش حبه الحارة وبالحق مش حبه لا لا وصفيان وصفة وصفيان وصفة أي شنو نقوله سفيان والله ما شاء الله عليك عيويك بيك هك مش بيت في الصالة أندو يلا شنو باش تغني ولنا يلا قولي قولي في يوم وليلة عجبين عصا في يوم وليلة يلا غنيتي غنيتي حافظها انت ان شاء الله في يوم وليلة يوم وليلة ضقنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة أنا وحبيبي سفيان حبيبي الله الله دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه لقينا روحنا على البحر شوق نزل نشرب ودوبنا فيه ومين يصدق الجرى ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة 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 برافو 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 الله ديو يلا الشاب وإلا واشرح لها عاد حالتي واشرح لها اقلب عاد حالتي روحي علينا الأجرة هاي 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 على بابي واقف قمري
يلا وليد الزين العرض ممتاز كان مسرحيته مطران باش نشوفوا الفيتير بعد احكي لنا انت كنت طبعًا. حاضر في المسرحيه كل فريق احنا لاباس ما كانش في المستوى وما مشاش حاجه عاديه ومتوقع روحك ترفرف موجوده متنا سامحني روحنا ترفرف غادي يلا نشوفوا الفيتير هذا وتنحكي لكم مسرحيه ناجحه مقتل ضحك وليد موهبة كبيرة بصراحة في التمثيل في الإضحاك موهبة كبيرة برشا وعنده مستقبل كبير وأقولها يعني لا يعني قالها مطران المستقبل في الون مان شو هو لوليد الزين طبعا طبعا, طبعا يلا طبعا شوفوا الفيديو شكرا شكرا
هذا اليوم في مجلس عزيز ميرسي للجمهور اللي حضر الكل، يعطيكم الف صحه. ميرسي بارك الله فيكم. ان شاء الله مبروك وليد النسخه الجديده من المسرحيه واللي باش تدور. مطران كنت حاضر في كلمتين مسرحيه وليد. مسرحيه وليد نهارتها كنت اتمنى من جمال تونس في كاب زبيب، كرموني وسرعت في الطريق، جيت مخر شويه باش باش نتمنى من جمال هذا الممثل التونسي اللي باش يقدم مسرحيه بشي بروبر. انا نعرف وليد توج اكثر من 5 سنين، عرفته في دار الثقافه بن عروس وقدمه لي المرحوم محمد المشرقي الله يرحمه، نعم. واكتشفت انه موهبه وولد باب الله، هذا ممثل بكامل صراحه، الممثل الزوالي اللي يحب التمثيل وعشق التمثيل لكن ما عندوش ماكينه وراه، ما عندوش ماكينه اعلام. مشيت للمسرحيه وتفرجت واستمتعت وضحكت من القلب، وانا ديما انا رايي الشخصي نخليها كوتي، ديما نهز معايا صاحبي الناقد شافعي الخضراوي، قلت له شافعي شرايك في وليد؟ قال لي رجل موهوب وحكى لك وقال لك هو الكلمات هذيك. واكتشفنا ممثل كبير جدا يقلد يشطح يقوم بادوار اخرى، ثم ولا ورانا رساله الفنان النبيل اللي يحب الوطن نتاعه. النهايه كانت جميله جدا واثرت فينا، ثم الجمهور طوال ساعه ونص وهو يضحك، وانا وليت ننظر للوليد وذاك الجمهور الا يضحك. مسرحيه ممتازه جدا، ننصحكم باش تدعموا وليد، تمشيو تفرجوا فيها في العروض نتاعو القادمه وتطلبوها في المهرجانات لانكم باش تشيخوا بتشوفوا الوجه الاخر لوليد. وليد انت ممثل كبير وقيمه كبيره وانا اباهي بك الامم. الله الله الله، يلا مبروك وليد. تو نحكيو العروض الاخرى وغيره وتلفزه تي في بتمسير مدعمتك ونشوفوا سبوتات. احكي لنا ومعناتها الشكر للفريق الكامل، نشكر ليكيب الكل، التكنيك اللي معنا، الناس الكل معناها على العرض اللي تعرف نوفل ديما معناتها البدايه ديما تكون صعيبه، وخاصه باش تدخل في معناتها في وان مان شو، في خدمه اللي ثم ناس سبقتك فيها، يعني معناتها سي با فاسيل معناتها. دونك حاولنا نخدموا على معناتها نص ومونودرام وحكايه معناتها وخرافه تمس التونسي، خاصه اللي يجي يتفرج يحس روحه موجود في العرض، تحكي عليه خرافه، تحكي على التوانسه، تحكي على صغرنا، تحكي على معناتها الحاجات اللي عشناها من المشاكل اللي عشناها، ربما الحاجات اللي ساعات نقولوا كثر الهم يضحك معناها من كثره المشاكل نولي نضحك على رواحنا، وفي نفس الوقت نحاولوا نعديه زاده بعض الميساجات، لانه المسرح ماهوش كان ضحكه كهو، من الضحكه نحاولوا نعديه حاجات للناس اللي جايه تتفرج على الاقل، وان شاء الله نكونوا موجودين ان شاء الله. انتوا فما عروض جايه؟ عندنا نهار 9 في جوان في اختتام مهرجان المونولوج في القيروان زاده ان شاء الله. اي سيبيان. ثم في الجوله الصيفيه ان شاء الله بحول الله يشوفوها اكثر ما يمكن باش المسرحيه تجي تتحسن وتتقوى اكثر ان شاء الله. ربي يوفقك، تصفيقه كبيره على وليد الزين. وانا تو نحكي لكم خدمت فتره انتاج مسرح وتعرضت لعمليه تحايل، وتحايلوا عليا في برشا فلوس، والتوا انا نسلم الفلوس للاسف، معناتها تو نحكي لكم تفاصيل. ام انت ربي يوفقك ومع ناس يخدموا بهين، حاجه عالميه وهامه. توا باش نبداو في الصراحه. ايوه ستار ربي باهيه. مطران خويا أعطي نوت من 1 لـ10 لثقافة وليد. ماكش تفد لك أنت يا؟ يفو بونسي وي. أيوه قاعد نفكر، ماكش تفد لك أنت يا؟ هاني أنا باش نكون خير منك، المرة الأخرى أعطيتني 4 أنت على الأقل. أنا مانيش باش نعطيك 4. لا دخلت فقنا لمجاملات، فضحت روحي. 7 لا خاطر يخرج منها راهو عنده طريق. انت تسال من يصدق 7 لـ10 نتاع مطران؟ ولا احد. لا احد مطران، دونك التزم باللعبه من فضلك. اكيد لا احد اللي يصدق، حتى حد ما صدق، حتى حد ما صدق ولا ما نصدقك عليه، مش كذب عليك خاطر انا نعرف توجيت البلال تحبوا يصدقك، ممكن سفيان مجامله يصدق. وسر الحاحن لانك استاذ نتاع مسرح، خليه استاذ نتاع مسرح، نعطيك 7. يلا وليد اعطي نوت من 1 لـ10 لسفيان كي تغشش. من 1 لـ10 اي 9.
ايش معناه تسعى غشو باهي؟ يتغشش معناتها كاركتيرو باهي يعني كاركتيرو كي يتغشش. لا مش باهي كي يتغش. تسعى اقل معناتها في بالي به. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد ما يعرفش يتغشش ولا شو فهمتكش حتى هذه فهمت. ما ترى راجع روحك في السبعه. ايش بتسمعك؟ دمت على شغلك سبعه برشا. لا معناها غش خايب. وليد سحبت سؤالي. لا غش خايب. سحبت سؤالي. ما تعرفش معناتها نوت من واحد لعشره ما تعرفش في الاكزامانات في الواحد معناها. لا نعرف غش سفيان معناتها يتغش سفيان غش سفيان تسعه. اعطي نوت من واحد لعشره لجمالك. جمالي؟ اي. 11 ونص. او لطيف. اوه والله معلم. نرجسيه هي. صفاء اعطي نوت من واحد لعشره لاناقتك. تسعه. الله الله. نوتات كلها. عندي ساعات خاصة. حتى هو خلاص. الواحد يسيب في الشيكات ولا صحيح. هذه الناس كل تنجح. مطران. خويا. اعطي نوت من واحد لعشره. لأعمال بلال الكوميدية اللي كتبها. أيوة. الساعه تعرفها ولا؟ نعرفها اي نعرف. أيوة. سميهم لك خاصة دنيا أخرى ولا؟ أي. دنيا خبالة أنا سميتها سلسلة أخرى. نعطيه بصراحة على كل خاطر فيها شوية خلويت بصراحة. ما فيهاش. أعطينا النوتة سي. يا باش نعطيها باش نعطيها. ما تران. بصراحة بلال عندك الأفكار وعندك الواحد أما الحوار مش مسترسل. هذاك اللوم فيه نعطيه خمسة خمسة على عشرة. ايه هو يعرف انه رزمه فما جمهور. ايه التخلويضة في الحوار الحوار مش مسترسل هذاك ايش ملاحظتك؟ ايه تعدد في الحوار هي. لا الحوار لا حلو حلو برافو وليد زي عليا وعليا اعطينا واشرح لها. جاوبك رزمه فما جمهور. جمهور اللي صوت لها كأحسن عمل عامتها. يا عامتها وقت الجمهور مفريس مخه مفريس تو ما عدي هالو. لا لا تفهمك لا تفهمك. شو تحب انت تعرف تحسك تحب تسكر على الناس الكل. لا والله لا شو تعمل تلفزه كبيره وتحط كوموند كان عندك انت بلال ولا حط المسلسل هذا يتفرجوا 12 مليون بالكف. بلال هذا يعجبني انا هذا اللي تحسك والله. اش نقول لك كلام باهي. لا لا صدقني بلال انت قادر وقعدنا مع بعضنا وحكينا انت تعمل تنجم تعمل دراما تنجم تعمل مسلسلات فكاهيه خير من هيك بعشرات المرات. عندك الموهبه تحسن مثالش راهو انت وقت واضح واضح. لا 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 خيا رايك احترموا بالعكس صدقني قبلوا رايك. هاني قلت لك عندك الافكار استفز فيك لو قلت لك والله لا والله لا وكعطيتك خمسه بلالة معناها تنجم تطور تنجم تعمل مخير ان شاء الله. حس كنا سلفك 5000 باش نبدا تو اسالت صراحه راحه في ختام هذه الحلقه خباله زرقاء معناها سفيان شكون بين وصال وصفاء كان جات واحدة منهم مرتك تاخو مود باس فيسبوكها تفكوا صفاء يا غلبة علاش لويش أعطيني السبب بنحب نعرف مش باهي الفازة اللي قلتها مش باهي علاه شككت فيا أنت لهنا يعني أنا مريبة إيه ما مريبة مخك ما نعرفش إيش فيه عمرك ما تعرف مخي إيش علاش ما تقولش يعني خاطرني ياسر جميلة لا لا مش مريبة يعني خل الجو حسب فهمت أيه. انه انت يعني تخزر الوصال تهني وصفي ما تهنيش بما معنى ويفسر على روحك انا عطيت اخترت اختيار باهي انت قولي علاش وانت دبر راسك مش قولي علاش انت علاش تحب لحظه شنو رايك في اختياره انت انا نحترم رايه معليش انا ما نعطيش مود باس حتى كجيت انت راجلي مستحيل شنو رايك في اختياره انا نعطي مود باس هاي تقلبت تمشي اما في المقابل ناخذ زاد المود باس بيان سور واضح تاخذ نمبر الكونت مطران شكون بين بلال ووليد كان جاي ولدك كل يوم انتريحه؟ طبعا بلال طبعا يقوم على تريحه ويرقدوا على تريحه نقاشيات في النهار ويناقش وليد كان جيت وتضرب يقول لك ما توجعش اما ممكن نوليو صحاب في الاخر نوليو صحاب وجيت وليد كان جيت طفله اي شكون يعجبك فيزيكمون خير؟ سفيان ولا مطران؟ لا شوف يا فول اسمع ما تورش طرف السمنه هذه اسمع ايوه برخلات عطيتها توري انا نحب الاناقه ونحب الثقافه اما نموت على الكرش كرش كرش نوفل حب الكرش وشعر طويل ويصال Ha ha ha.
شكون فيهم اقرب الفيزيك فتاة احلامك؟ سفيان ولا بلال؟ بلال. ربي يهديك واستنى خيبة امل ما تعرفيش تقيمني جرحت مشاعرك قربي صفي شكون فيهم اقرب لاخلاق فتاة احلامك سفيان ولا وليد كاركتير ولا اخلاق والله انا اخلاق ماهيش كاركتير اخلاق 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 اخلاقك انت جاوب على روحك صفي بيترو نظيفا ما احنا اخلاق وليد خايبه لا ما قلتش اخلاقك عادمه ما جي با دي اخلاقك عادمه اخلاق سفيان صحيت انت تحب تماركي بونتو اليوم مره هذه يعني ليه بيكش تحب تماركي بونتو سفيان بين بلال ووليد شكون تقبل انه يكون راجل بنتك يا نسيبي نسيبي يا غالي اللي تحس تتهنى معاه تتهنى معاه تحسه ما يقلقكش في دارك ليه لو في سايبه طيب سايبه بون خلفيه الاجابه متاعي ايوه اي هو ناي الساعه الزوز ما يدخلوش داري باش نقول له انا باش نعمل له زوز ليه انا والله ولكن اذا تلزيت اذا كان كانت اجبرت اي كانت اجبرت بلال على الاقل ورح داخل سبوره كحله لا نفهم ولا واضح بلال بين وليد وسفيان شكون القعده معاه خير تتفرهد معاه تعمل جو خير بين سفيان ووليد هو الحقيقه السعدي هو الحقيقه السعدي هو الحقيقه السعدي هو اللي اما ولكن من كنت لازيك نجم نسيطر عليه يعني نشرب له مخه وليد دونك قاعده مع وليد يعني سفيان انجيرابل سفيان ليه سفيان تحشم حتى باش حتى انا كنت تعطيني الاختيار السعدي ووليد اه وي ويصال بين سفيان ووليد شكون تتصور اللي كي تستحق الدم اللي طفى عليك يتبرع لك بالدم توت سويت ما غير ما يفكر وليد والله سفيان مشيت يا سفيان والله وصال ديسيبسيون توتال يا سفيان وصال على خاطر ريتو المال اللي فاتت في الموقف صحيح المال اللي فاتت برافو فوالا كلفت لك غاليه سفيان كلفت لك غاليه مطران بين حياتي كامله بين سفيان ووليد شكون موهوب اكثر في الفن حسب رايك؟ شهادتك باش تكون تحط مصيريه تحطم كارير عد منهم شكون باش يتكلم هو مطران من السؤال هذا والله من السؤال تنجم نضيع وقت مثلا نخدمني من نفدك بالعكس ترى موسم مهرجانات تنجم تحط واحد منهم اي هو وصلين بدلنا انه يغني هو يمثل خرج لي من العلاج يا بلال هو بصراحه زوز بهين لكن تحس انا الساعه نعشق سفيان خلنا نجاوبك اجابه مطران وليد تشعر خرجت من اللعبه والله سؤال والله سؤال والله سؤال يجرح ارفض الاجابه احسن شيء نرفض الاجابه واضح بلال وي بين مطران وسفيان سؤال محرج شويه مش مشكل شكون اللي تتصوره يخاف اكثر من مرته يخاف من مرته اي مطران تصبح على خير تصبح على خير اقعد مطران شنو يا بلال؟ بالك العياط هذاك شو متعاش شو خاف من مرتك؟ هذاك اخذ في الدار ما تعيطش تعيط علي لحظه يعطيك في الدار مقموع جسمي وشك لحظه العياط هذاك اسمه تصعيد تصعيد صافي دافع باحترام كبير بين سفيان ووليد شكون اللي كيوقفك ستوب في الليل تهرب منه ما تقفش؟ وليد ولا خوف ولا لا بالعكس ولا خاف خافش تخاف عليك امان الله عندي الاختيار الصعب شويه اسئله محرجه شويه نسالها ولا اختار اسال 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 مازلنا في الصف في الصراحه صفاء اما اخطر بالنسبه ليك وبجاه ربي خمم قبل ما تجاوب
بنتك تلبس نقاب ولا تعمل تتواج؟ الله. نرفضهم الزوز. لا لا لازم واحدة منهم، واحدة منهم، اختيار صعب واسمه. نرفضهم الزوز. حاجات دوز اكستريم. معناتها ما التزمتش، نعديولك سؤال، ما التزمتش باللعبة كيما مطران. مطران لو ولدك الله لا يقدر نهار عمل مصيبة، شنو تفضل تكون المصيبة؟ مخدرات ولا سرقة؟ الزوز لا. لا ما تجيش بطل اللعبة. إيه؟ هو اسمه، هو اسمه اللعبة اسمه الاختيار صعب. لا 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 اختيارات صعبة لازم تختار واحد منهم. لا يا اخويا لا الزوز، الزوز لا الزوز. تنجم تقول، تنجم تقول السرقة مثلا خاطر تنجم يداوى منها، اما المخدرات لا. السرقة والمخدرات الكل هذه موبقات ما يلزمهاش تكون في الانسان وتكون في ولدي وقتها نزيد نهبل انا اكثر، ان شاء الله ما تصيرش لاولادكم. انا السرقة وانا واحد. نلغيو الفقرة، نلغيو الفقرة ولا نحيو صفي ومطران؟ نحيو صفي ومطران. نكملوا نكملوا نكملوا. واضح سفيان الزوز مستحقين فلوس على الاخر، وانت عندك تفتوفة تنجم تسلف واحد برك. لشكون الاولوية، وليد ولا بلال؟ شكون تسلف؟ مستحقين الزوز مستحقين. ظروف وليد. علاش وليد ما عندش سورس؟ بلال يشلوش روح تضور. بلال يشلوش اموره. لا بس عليك، اما مش شكون يرجع لك هذاك؟ علاش لا كان سالتني عن الرجوع نقول. شنو اللي خوفك اكثر يا بلال، ان ولدك يولي سياسي ولا يولي فنان؟ انه البوست اللي تخاف على ولدك بالحق؟ خوفه انه يولي سياسي، خاطر كي يولي سياسي باش يتعلم برشا حاجات خايبه، منها السرقه، الكذب، الرشوه، الفساد. دونك فنان على الاقل يغني يسترزق من فنه وسلام. سؤال محرج وصال مش ليك، في الجروب هذا شكون اللي كي تغزر له العينه تحسه صباب؟ او عينها عينه صارت صارت سفيان. لا لا ما فهميش حتى واحد صبيب الحقيقه. صبابه ما تسمعش فيك في الراديو، ما تسمعش فيك في الراديو هذه هكا. وليد طلعت صبيب يا وليد. يا علاش مالا الدوسي عندك؟ انا ما في بالي انسان نخدم خدمتي بسموها صبه. وانت شنو تسميها؟ انا محبه نسميها محبه وثقه وثم شفافيه وثم محبه. اي دونك باش نقف على لعبه الاختيار الصعب لانه ما معناتها الفريق ما كانش متحمس للاختيار الصعب بصراحه. معناتها دونك هنا يظهر قيمه السعد يزيداني انه يربي يروحوا في الهفوف يضحي باستقرار العائلي. يعطيكم الصحة، مرسي بوكو. نحب نقول لكم شكرا. نجم عجاي نحاولوا نتقابلوا في حصة جديدة غدوة. الترجي إن شاء الله مربوح يا ربي، تو نزيدوا نواكبوا أكثر. وصال أيوه احكي لنا السونتر نتاعك وين وكيفاش، احكي لنا عليه زيد، احكي لنا. ريتشي ديزاينر في لاك دو. ريتشي ديزاينر. ريتشي ما ريتشي. ريتشي ديزاينر موجود في لاك دو. قاعدين نشوفوا في اللوجو في النوامر. اي فما نوفيل كوليكسيون بحكم توا فما عيد كبير ان شاء الله، فما جبيب وقفات وبرشا حاجات جديده. مرحبا بالناس الكل. الحكايه ولد فيها جبيب. الله فما جبيب وفما حتى جبيب للرجال زاده. الله 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 في رمضان وباش نعملهم في العيد الكبير ان شاء الله. العيد الكبير عاد مع الذبيحه والجبه وجب. جو والله جو في البلدي. اسمها قندورة بالمغربي. شو اسمها؟ قندورة. قنقورة. قندورة. 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 سي بيان. تو نزيدو نحكيو ونوريو تصاور وكذا على نوفيل كوليكسيون. ربي يوفقك ويعطيك الصحة، تصفيقة كبيرة على وصال. سفيان الدهش عروضك زادة وموسيقى وجو، والجمعة الجاية واللي بعدها باش نعملوا سيربريز. ان شاء الله ان شاء الله باش نستمتعوا بعرض سفيان لهنا. باش نهبطوا هبطنا واحد اثنين، تو باش نهبطوا الجزء الثالث. الجزء الثالث نتاع اللوزينه هذيك شنهبطوا هبطنا واحده اثنين يحسوا فنان مبدع مبدع. الجزء الثالث فهمتني ولا باش تكون غنيه نتاعي خاصه فهمتني، والجزء الرابع اغاني اخرى ما معروفين، وان شاء الله لوزينه لازم يتكم
في افراحكم، في مسراتكم، في افتتاحاتكم ان شاء الله، في جببكم ان شاء الله. يلا بالتوفيق. تشوفوا الرقم اللي لازم تطلبوه كان تحبوا عروض لوزينة وغيره. تو نزيدوا نحكيوا الجمعه الجايه اكثر مع سفيان. مطران نورتنا، سمحنا وترنا لك اعصابك، نورتنا يا استاذ. بارك الله فيك نوفل. نحب نقول انه الممثل الكبير فوزي كشرود يمر بظروف صحيه وماديه صعبه جدا على مستوى العينين، فبودنا ان وزاره الثقافه تعتني به، فهو ممثل جميل ونبيل ومتعفف، وهذا الرجل يستحق العنايه. راى انه اولى يتعالج هذايا قبل المليار و200 اللي نفكروا فيه باش نعطيهم الكاظم السهر. واضح صحيح. والكلنا راهو بار برانسيب ضد هالمبلغ الكبير يتعطى الفنان عربي جاي الكارتاج، هذا برانسيب. يلا وليد زين شكرا لك. بارك الله فيك نوفل. ترى ربي يوفقك في المسرحيه اكثر ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لكم الناس الكل، وان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم كالعاده ان شاء الله يا ربي. صفي يعطيك الصحه شكرا. ميرسي بوكو ليك، ميرسي بور توت ليكيب. نحب نعمل ريميرسيمون سبيسيال لماماتي ربي يفضلها، بما انه عيد الامهات نهار الاحد، ان شاء الله ربي يفضلكم امهاتكم الكل. عيد امهات سعيد على الامهات الكل. ريميرسيمون سبيسيال خاطر هي شريت لي الجامب سوت الكومبينيزون اللي لابسها. يعطيها الصحه، يعطيها الصحه ربي يفضلها. عيشك قولها نحبك برشا وربي يفضلك لينا تشفق راسنا يا ربي. يعطيك الصحه. بلال الميساوي شكرا لك. بلبل نوفل ميرسي، ونحب نقول لهم صفاء تعب في العمر هذا بزاف تصرف عليها في الباشا وهذه المصيبه. ان شاء الله عيد امهات. لحظه بلي سامحني كلامه، وانت شو خذيت لها؟ انا في هذا مزين هلا حد باش نتقابلوا نحجي لها يعني. عناوية تهدي ايه موجود الكادو، مش نواره بل في لا لا الكادو موجود ومقربت وحاضر ان شاء الله من عند ويساء. ان شاء الله ربي يفضل بالاماره من ريتشي ديزاين. الله ان شاء الله ربي يفضل الامهات الكل، وميرسي للناس اللي يتفرجوا فينا والجمهور اللي معانا، وان شاء الله نتقابلوا. شكرا شكرا بلبل. عيد امهات يا ربي يفضلنا ذوك معز الناس، يا ربي يرحم الامهات اللي توفوا، يا ربي يفضلنا الامهات أعز الناس. يلا شكرا لكم، نتقابلوا نهار الجمعة الجاية. تصبح على خير. اشرح لها عن حالاتي، واشرح لها عن حالاتي، روحي عليلة بحبها. روح يا نسيم اللي عندها سلم لي.